يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول في بعض مواقع حوارات الأديان للنصارى التي في الأنترنت يضعون سؤالا للتسجيل ويكون إجباريا، وهو أن تكتب إجابته بأن الله هو المسيح تعالى الله عن ذلك. سؤاله: هل يكفر من أجاب بهذا لأجل التسجيل وإقامة؟ نعم، من فعل هذا يدخل في الكفر. ما شفنا من الحوار شيء، ما شفنا إلا أنهم تسلطوا والعن على المسلمين، زاد شرهم على المسلمين ولا نفع معهم الحوار. نعم.